أنا اسمي هادي بلطجي ونحن من مدرسة سيدة الجمهور. اسمي أنت مراز ومدرسة سيدة الجمهور. هون بدنا نحكيكم عن مشروعنا بيس دو سكي بروفيسيونيل. هون عاملين مشروع تنسال حياة السكي بلبنان. يعني مثل ما بتعرف بلبنان بضلوا عم يرموا التلسيجات 24/24 وهيك كثير خطرة لصرف الكهرباء وموتورهم كبير يعني. هون عاملين سيستم بضل ثابت التلسياج وقت يوصل حدا حاطين له سنسورات بيبرم بيطلع الشخص على البيست وكله سيفتي هيدا لانه مسكر منه مفتوح ما في ولا خطر.